طب والصندوق فلوسه هيجي منين يا ريس؟ تعالوا نسمع. بسأل وزير الشباب بقول له اخبار الصندوق بتاع الرياضه ايه، او الصندوق بتاع ذوي الهمم يعني. وبعدين لقيت يعني معالي المستشار رئيس البرلمان قال لي احنا يا فندم نعمل يعني قانون ننظم بيه الموضوع اكتر، وننظم بيه يكون في مصادر للصندوق اكتر عشان تقدر تعمل خدمات اكتر لولادنا وبناتنا يعني. وانا كنا من كام يوم كده بنتكلم على الصناديق وكلام من هذا القبيل، واسمحوا لي ان انا بطلب من دعم الهيئات اللي انا هقول اسمائها دي، او الصناديق اللي انا بقول اسمائها دي. هيئه قناه السويس الصندوق بتاعها هيطلع 100 مليون، صندوق الشهداء والمصابين يطلع 100 مليون، الصندوق بتاع الرعاية الصحية أو التأمين الصحي يطلع 100 مليون، والصندوق بتاع في واحد لسه يبقى هي قناة السويس، وبعدين التأمين الصحي، وبعدين الشهداء والمصابين، وصندوق الإسكان يا دكتور مصطفى يطلع 200 مليون، يطلع 200 مليون و الفريق محمد الصندوق بتاعكم يطلع 500 مليون.